المحكمة يعني لا تبادر من نفسها في النظر في مدى اتباع الإجراءات الدستورية أو مدى دستورية ما تتخذه السلطة التشريعية من قرارات. يعني بمعنى آخر أنه لو أنه حصل نوع من الاتفاق السياسي، على اعتبار أنه سمعنا الكثير من الكتل السياسية تقول أنه حاولوا أن تعدلوا في مقترح القانون، أبعدوا المشاريع الاستراتيجية، دعوه مقتصر على موضوع الغذاء، بمعنى أنه لو اتفقت الكتل السياسية فيما بينها ومرر القانون، المحكمة الاتحادية لن تتدخل بناء على قرار منها، هي بحاجة إلى طعن يقدم من جهة أخرى، جهة لها مصلحة في هذا الإطار، ونقصد من الكتل النيابية الأخرى. فإذا لم تطعن الكتل النيابية بهذا القانون سوف يتم إنفاذه ويكون قانون نافذ ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ إصداره، ربما حتى عندما ينص عليه في نفس القرار. ولكن انه يعني هذا القانون نعم هو قانون مهم، قانون يحاول ان يخرج العراق من أزمة مالية، أزمة اقتصادية، طيب أستاذ أزمة محمد عالمية، نعم. ولكن نعم. هالموضوع يحتاج إلى تأطير قانوني ودستوري حتى يكون بشكل صحيح.